مقتل 3 عسكريين وعدد من الجرحى في هجوم استهدف حافلة تقل عسكريين وعائلاتهم غرب تونس. الجيش الأمريكي يقول إنه يواصل غاراته ضد داعش في سوريا والعراق. الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل احتجاجا على انتهاكات القدس. فرنسا تبدأ تسليم الأسلحة الفرنسية إلى لبنان في الفصل الأول من 2015. بعد أن فرضت ربما الأحداث الاقتصادية اليوم وجودها على الساحة في العالم وهذه التراجعات الكبيرة في الذهب والنفط والتي أفردنا لها المساحة في مبتدر هذه الحلقة من هذا البرنامج، دعونا نتجول إذن لنشاهد الأخبار على المستوى السياسي في المنطقة. في مصر بدأت فعلا عملية إزالة المباني والمنازل وتم هدم العشرات منها في سبيل إنفاذ خطة العزل أو الخط العازل ما بين غزة وسيناء حتى يتمكن المصريون حسب تقديرهم من التحكم أكثر والرؤية أكثر في هذه المنطقة والتي اتهموها بأنها منطقة تسلل للجهاديين والمتشددين والإرهابيين ومنطقة أنفاق تهرب من تحتها الأسلحة الثقيلة وانهمكت الأسر في نقل أساساتها ومنازلها وتحميلها على السيارات تحت رقابة الجنود في هذه القرى، ويجري العمل على هدم 680 منزل تعيش فيها 1165 أسرة. إذن هذا هو المشهد في هذه المنطقة. معي عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي. أستاذ فريد مساء الخير و نوري فهم. الله يزد مساك. لعلنا كلنا نتابع المبررات التي ساقها المصريون والقيادة المصرية في هذا الإجراء خاصة بعد ازدياد هذه الهجمات وكثافتها، وكان الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 30 جندي وعسكري مصري هو القشة التي قصمت ظهر البعير ودعت مصر لهذا الإجراء. هل هي الغاية التي تبرر الوسيلة في ظل ربما فقدان بعض الأسر لمنازلها رغم أن الحكومة المصرية غررت التعويض، أم أنها الوسيلة المتاحة الأكثر نجاعة في تقديرك؟ يعني خليني أقول لك أنه هناك خطر إرهابي حقيقي بالنسبة لمصر والمصريين، والشعب المصري يعني يحمل قوى الإرهاب يعني بطريقة يعني تتضمن تنسيق عالي بين أجنحتها المختلفة، والإخوان ليسوا أبرياء من هذه العملية التي تتصاعد بشكل غير مسبوق وتصل إلى حد إجرامي وبالذات في سيناء. هناك مواجهة حقيقية مع خطر حقيقي يعني وصل إلى حد غير مسبوق، وأعتقد إنه المشكلة لا تكمن في مدى يعني كراهة الشعب المصري للإرهاب وخطر الإرهاب، وإنما تكمن في الحقيقة في التكتيكات التي تتبع، بمعنى أنه كان يفترض أنه أن يتبع يعني أن تنتهج السلطة يعني أساليب تعتمد مواجهة شاملة مع قوى الإرهاب ولا تستند فقط على المواجهة الأمنية. المشكلة الحقيقية أن احنا أمام ظاهرة أنه إزاء التصعيد الإرهابي المستمر، هناك تصعيد أمني مستمر، وفي سياق هذه العملية بيطال الأمر عدد كبير من الأبرياء، ربما بيحدث يعني تجاوزات من الأمن ربما، ولا تحقق هذه العملية في نفس الوقت النتائج المرجوة منها، لأنه في الحقيقة تكثيف منابع الإرهاب كان يفترض أن يتضمن مواجهة التطرف وهو المنبع الرئيسي، يعني من كل 100 متطرف في 2 أو 3 أو 4 بيشيلوا سلاح بيعملوا عمليات إرهابية. إذن لابد من تكثيف منابع التطرف، تكثيف منابع الإرهاب. تكثيف منابع الإرهاب يبدأ من مواجهة شاملة تشمل التعليم والثقافة والأزهر والشباب وإلى آخره، تشمل التنمية الشاملة، تشمل بقى، وهذا هو الأهم من وجهة نظري، تعبئة هذا العداء للإرهاب والتطرف اللي ظهر جليا وواضحا في 30/6، تعبئته في أساليب ديمقراطية مواجهة التطرف والإرهاب، بمعنى
يعني اتاحت الفرصة لمشاركة كل قوى المجتمع في مواجهة الإرهاب، بمعنى دور أكبر للأحزاب والقوى السياسية، دور أكبر للنقابات المهنية والعمالية، دور أكبر للمجتمع المدني. نحن في الحقيقة نشهد العكس، يعني تكتيكات المجتمع منذ بضعة شهور تعتمد تصعيد أمني في مواجهة التصعيد الإرهابي، تضييق على القوى السياسية، قوانين تضيق على القوى السياسية وقوى المجتمع المدني والنقابات إلى آخره، وبالتالي تكاد تكون يكاد يكون المشهد الآن وكأننا إزاء معركة بين طرفين على الشعب أن يؤيد طرف منهم وهو في مقاعد المتفرجين. أنت بهذه التكتيكات الأمنية وحدها وكأنك تحيل الشعب من طرف في المعركة ضد الإرهاب كما كان الأمر، أو ضد التطرف كما كان الأمر في 30/6، إلى مجرد متفرج على تصعيد بين الطرفين، وربما يتحول المزاج بين لحظة وأخرى أو بين عشية وضحاها إلى تأييد هذا الطرف بدلا من ذاك الطرف. هذا هو خطورة الموقف الآن. جيد، وهذا طرح فيه كثير من الموضوعية. أستاذ فريد زهران، هذا عن الإرهاب أيضا الخارج الذي يأتي من الخارج، ولكن لا شك في أن بالداخل المصري هناك من هم يناوئوا هذا النظام ويروا بأنه نظام جدير بأن يتم معارضته بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، وهم حسب وجهة نظرهم مشروعة بطبيعة الحال. ماذا عن هؤلاء؟ خليني أقول لك أن قوة التطرف والإرهاب ليست قوة خارجية فقط. مصر فيها قوة التطرف والإرهاب، ليبيا فيها قوة التطرف والإرهاب، العراق فيها قوة التطرف والإرهاب، المملكة العربية السعودية فيها قوة التطرف والإرهاب، أو بتسمى هناك عبد الله، وهناك قوة التطرف والإرهاب في المنطقة، هناك هجمة غير مسبوقة قوة التطرف والإرهاب، وأحرزت بكل أسف هذه الهجمة أحرزت نتائج بسبب عدم وجود نموذج آخر، بسبب عدم وجود دولة من نوع مختلف أكثر إقناعا لشعوب المنطقة، أكثر قدرة على أن تواجه التطرف والإرهاب من خلال تقديم نموذج ومن خلال إشراك الناس في هذه العملية. المشكلة الرئيسية إنه التطرف والإرهاب لا يوجد لهم ما يبرره، بمعنى يعني مثلا القوى الديمقراطية في مصر تعرضت لتنكيل كبير طول سنوات حكم مبارك وربما السادات وربما عبد الناصر، بأن من 52 مثلا قوى اليسار المصري بتتعرض للسجون والمعتقلات والتعذيب بدرجات متفاوتة طول العهود. ومع ذلك إذن لا يوجد ما يبرر العنف. يعني المعارضة النظام أو معارضة الدولة أو معارضة الحكومة لا تبرر استخدام العنف ولا تجيز استخدام العنف. صحيح، والعنف مرفوض في كل الأحوال. أنا الحقيقة أشكرك نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الأستاذ فريد زهران، كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. من القاهرة إلى بيروت لبنان، اليوم تطور دستوري، مجلس النواب اللبناني مدد ولايته حتى 2017. جماعات حقوقية وجماعات مجتمع مدني تحتج على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية مع هذا التمديد الثاني منذ 2013، وبالتالي حصلت مضاعفة لمدة أعضاء البرلمان، مدتهم الأصلية طبعا اللي هي 4 سنوات. والأحزاب المؤيدة لمشروع قانون التمديد بتقول أن الوضع الأمني في البلاد غير مستقر، لا يسمح بإجراء انتخابات. وأنا أنقل ذلك لضيفي عبر الهاتف من بيروت الأستاذ عباس هاشم، النائب في البرلمان وعضو في تكتل التغيير والإصلاح. أستاذ عباس مساء الخير، ويبدو أن كلمة تمديد في لبنان صارت قاسم مشترك لكثير من الأحداث. ما مدى دستورية هذا التمديد الذي مارسه أعضاء البرلمان وسط احتجاج بعض الجماعات الحقوقية وجماعات الضغط المدني؟ أولا شكرا لاتصالكم، يسعد مساك ومساء الخير للمشاهدين الكرام. الله يسعد مساك. تقدم الواضحة والمبسطة فيها سهل ممتنع. أولا عندما نتحدث عن تمديد لا يمكن أن نتحدث عن دستورية هذا التمديد، لأنه هذا مخالف كليا لمنطق الديمقراطية يلي بمبدئيته الأساسي الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي أي وكالة محددة بزمن تتجاوز مدتها الزمنية المحددة مسبقا من قبل الموكل هي إسقاط لرغبة الموكل، وبالتالي تجاوز للوكيل لحقوق الموكل. هذه بأبسط الأمور.
أما اللي حصل اليوم هي اتفاق الأحزاب والقوى السياسية الكبرى وألغت الأقلية اللي نحن منها، انتبه أقلية وازنة مش أقلية عادية، وتجاوزت ناهيك عن الحراك اللي صار بالمجتمع المدني بشكل خجول جدا وبشكل مع الأسف الشديد ما ميزوا بين اللي شارك بالتمديد وبين اللي وقف حجر عثرة بل قاطع التمديد وأعلن خطورة هذا الموقف على مستوى الدستوري والقانون. انطلاقا من هون الحديث عن دستورية هذا القانون اليوم لا يمكن أن يكون دستوري، لأنه الأسباب اللي تزرعوا فيها بال2014 مختلفة عن الأسباب اللي تزرعوا فيها عندما مددوا بال2013. بال2013 تحدثوا عن الأوضاع الأمنية أو الظروف الاستثنائية، بال2014 تحدثوا عن غياب رئيس الجمهورية. وبالتالي بكل الحالتين نحن بنقول أوان تغلو الأمانة يفلسفون الخيانة. نعم، إذا السيد عباس هم يقولوا بأن الظروف السياسية والأمنية في لبنان لا تسمح بإجراء انتخابات، لذلك هم لجؤوا لهذه الخطوة. أعتقد أنه هالكلام غير دقيق كليا، ولكن إن صح ذلك، يعني نفرض جدلا أنه هذه الفرضية سليمة، هل يمكن أن يكون التمديد لمدة سنتين وسبعة أشهر؟ يعني حنضل بوضع أمني غير مستقر لفترة ثلاث سنوات؟ في خلاف المنطق كليا. لا مبرر. نعم. لا مبرر. لا للمدة ولا للأعذار أو الحجة أو الأسباب الموجبة للتمديد. إذن أستاذ عباس، الآن يعني حدث ما حدث، ما هو انعكاسات ذلك على المشهد السياسي شبه الجامد في لبنان؟ ما هي تداعيات ذلك على الفراغ الرئاسي حتى اللحظة في لبنان؟ مع الأسف الشديد لبنان يعيش على التسويات، ومعظم التسويات تكون تسويات أقليمية دولية. ينطلق لبنان بإنجازاته الدستورية لتتماهى أو توازن أو تقابل هذا المتفق عليه على المستوى الإقليمي والدولي. مع الأسف الشديد ما حصل اليوم هو تأكيد على ارتباط لبنان نهائيا بالاتفاقات الإقليمية والدولية، وبالتالي نجري الاستحقاقات عندما يتم الاتفاق الإقليمي الدولي وتجرى الاستحقاقات لتتماهى مع هذه. مثلا خلينا نقول 1999 حصل اتفاق الطائف، اجت السلطة السياسية انتخاب رئيس الجمهورية والسلطة السياسية اللي تتماهى مع اتفاق الطائف. نعم. في سنة 2008 رحنا على الدوحة، ايضا اجى اتفاق الدوحة ليعكس انتخابات الجمهورية وبالتالي انتخابات نيابية. نحن اليوم بانتظار اتفاق اقليمي دولي يسمح باعادة تكوين السلطة في لبنان انطلاقا من المفاهمات اللي بتصير على المستوى الاقليمي والدولي. نعم. خلينا نعلن الامور بكل وضاحه بكل وضوح، يعني بشفافيه مطلقه. صحيح. الان اذا حدث ما حدث وتم هذا التمديد، هل بتقديرك، وهناك من يعارض بطبيعه الحال هذا التمديد ويعتبره غير دستوري وغير ديمقراطي، خاصه في ظل سنوات يعني كانهم صوتوا لانفسهم من جديد وقاموا باجراء انتخابات وفازوا فيها ورجعوا الى مقاعدهم سالمين، هل في تقديرك لن يتغير شيء في ظل ضغط ضعيف نسبيا؟ لا اكيد لا. اكيد لن يتغير شيء. نعم. اكيد لن يتغير شيء، لانه الحراك ليحدث صدمه تغيير يحتاج، نحن ببلد تعددي يا سيدي الكريم، وبالتالي لا تستطيع فئة أن تنفرد بالتغيير، لا بل تستطيع الفئات الكبرى المتضامنة أن تلغي كل المعارضة وخاصة إذا كانت أقلية. من هون دستورنا إجا ليحمي الأقليات بوسائل متعددة، الأقليات السياسية عم بحكي، ولا أنا مش عم بحكي عن أقليات لا سمح الله طائفية أو مذهبية أو شيء، عم نتحدث نحن فقط عن أقليات سياسية، يعني الأحزاب الكبرى اللي مترتفع. مثلا نحن التكتل تبعنا عبارة عن 27 نائب،
27 نائب بأي برلمان بالعالم، ببرلمان في 128 نائب نحن نعادل الخمس تقريبا. ولكن مع الأسف الشديد اتفاق الأحزاب والقوى الرئيسية ثلاثة ألغى قيمتنا داخل مجلس النواب، ألغى قيمتنا المعنوية، يعني مش قيمتنا لا سمح الله عند الناس، نحن بعدنا معززين مكرمين. فبالتالي عملية أنه نقول أنه الحراك يؤدي إلى إسقاط، لا. كما أنه في محظور كبير أنك اليوم أنت تيجي تستعمل الحركة الشعبية لإسقاط اتفاق ما، بدك تأخذ بعين الاعتبار نحن محاطين بداعش، داعش أصبحت في الداخل وعلى الحدود وتتربص بكثير من، بعدنا قائمين من صدمة كبيرة في منطقة الشمال قبل منا بمنطقة عرسال، وبالتالي أي شراك على مستوى لخبطة الواقع على مستوى الشارع اللبناني يهدد أيضا دخول كثير من الأطراف التكفيرية أو الإرهابية على مستوى الصحة. أستاذ عبد بدنا نوازن حركة الاعتراض صحيح بين الحق والحقيقة. نعم، ما هو موقفكم أنتم شخصيا اليوم وأنت عضو في تكتل التغيير والإصلاح، وموقف هذا التكتل مما حدث اليوم من تمديد؟ نحن كنا على رأس المعارضة، نحن اللي عارضنا كل هذا الواقع، نحن المعارضة الوحيدة اللي قامت بعملية شجب واستنكار، ليس هالمرة بس، نحن حتى بال 2013 نحن الوحيدين اللي عارضنا التمديد ورفضنا التمديد وأعلننا عن عدم شرعية هذا التمديد، ولبل احنا ذهبنا الى مؤسسه بسموه المجلس الدستوري يعني اللي هي المحكمه العليا في لبنان وطعننا في هذا القانون. نعم، ولكن لم نوفق. واليوم ايضا احنا كنا من اشد المعارضين، ونحن اعلنا موقف واضح لا يقبل اي طريق من طرق المراجعه برفض هذه الواقع الفردي على الناس خلافا لاراده الناس، كما اننا سنلجا على ما اعتقد الى طعن امام المجلس الدستوري او المحكمه العليا بمحاوله لإسقاط هذا القانون، قانون التمديد يعني. نعم، الآن سؤالي يعني إذا استمرت هذه الأزمة بهذا الشكل، هل من الممكن أن تنتهي بتقديم بعض النواب لاستقالاتهم ربما مغادرة قبة البرلمان؟ والبعض يتساءل أيضا أنكم عندما كنتم داخل الحكومة لماذا لم تعدوا برنامج انتخابي على ضوئه يتم هذا الإجراء؟ أولا فقط للتوضيح، عملية استقالة النائب من البرلمان لا تسقط المجلس النيابي. استقالة النائب من البرلمان تؤدي إلى انتخابات فرعية فقط لغير. نحن إذا قدمنا استقالتنا ل 27 نائب بيصير في انتخابات نيابية ل 27 نائب فقط. وبالتالي بنكون عملنا انتخابات نيابية بمنطقة جغرافية مسبقة محددة نتائجها مسبقة. وبالتالي هذا ليس أيضا بديمقراطية. واحد. اثنين، انه احنا شو الخطوات الحثيثة اللي قمنا فيها لنمنع الوقوع هذا؟ نعم، احنا قلنا من تاريخ من 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 اذار 2013 لغايه اليوم، ونحن ما بيمرق اسبوع او اسبوعين او شهر الا بيكون في بيان تنبيهي، بيان تحذيري، بيان توضيحي، بيان تكرار 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 بشكل مستمر. اما انه بالحكومه شو عملنا؟ انت بتعرف احنا امام حكومي اخذ صلاحيات رئاسة الجمهورية، وبالتالي عملية اسقاط هاي الحكومة اليوم نقع بفراغ بالسلطة الإجرائية المطلقة، وهذا ايضا اعتقد يحمل مسؤوليات كبرى ما بيستطيع لبنان يحملها الا اذا عنا نية اسقاط لبنان نهائيا، وبالتالي ادراج كل من كل الاخطار اللي بتحرك بلبنان. احنا محاطين مع الاسف اليوم بعدوين استراتيجيين، عدو استراتيجي من الجنوب اللي هو العدو الاسرائيلي، والعدو التكفيري اللي صار قاعد بكل منطقه الشمال والشرق تقريبا، وعندنا البحر. نعم، يعني احنا محاطين بمجموعه اعداء مع الاسف الشديد عم بتشكل ارباك على مستوى كيفيه ايضا صياغه الخطاب. نعم، حتى لا نسقط ما تبقى من مؤسسات. نعم، حتى تؤدي الى امكانيه لا سمح الله تسلل الاخطار المتسلسله على مستوى الداخل اللبناني. نعم صحيح، وصلت وجهة نظرك، وانا اشكرك النائب في البرلمان وعضو تكتل التغيير والاصلاح السيد عباس هاشم، كنت معي عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدي الكرام، لازلنا ومعكم نواصل هذه الجوله في هذا البرنامج، وبعد الفاصل سنحاول أيضا أن نتحدث عن مؤتمر السعودية الأخير فيما يتعلق بالبحث العلمي وبراءات الاختراع والذي أجري مؤخرا. بعد الفاصل.